كل وش ليه شكل مناخير مناسب ليه. جراحة التجميل الأنف هو تعديل الأنف شكلا حجما وظيفيا. شفت سيليكون متشال من عيانين بقالهم حاجة 20 سنة وحاجة 30 سنة؟ لا طبعا الدنيا اتغيرت كتير. إحساس الرجل بهذا السيد أول مرة إحساس هيبقى صناعي. عمر الإحساس ما هيكون موجود طول ما في تغطية الإمبلانت، إنما السيليكون ذات نفسه والحشوة إنرت، جسم خامل ما بيعملش أي سرطان. الدكتور هشام هلال أستاذ مساعد جراحة التجميل كلية طب عين شمس، استشاري جراحة التجميل بكلينيكا جويل مصر. أهلا بكم. فصل الصيف أو فترة الصيف مرتبطة بالإنسان يحب دايما يظهر شكله كويس، لأنه بيبان جدا أجزاء جسمه في لبس الصيف. الشتا بيدار، جواجب بتدار، لكن تيشيرتات ما بتداريش. فبيبدا مع فصل الصيف فكره ان انا عايز اظبط الديفوهات بتاعه جسمي، وهنا يخرج الـ 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 الشاب المصري بكوارث بعد رمضان، بعد اكل الشتاء الكتير، بعد عدم تظبيطه لجسمه برغبه في التظبيط. شفت الدهون ما بين المفاهيم الصحيحه والخاطئه والفروقات بقى، لانه الاسماء كتر بقت. شافت الدهون بقت نحت ديناميكي، بقى نحت الجسم. طب هل ده كله زي بعضه؟ طب ايه الفرق؟ ده هنفهمه النهارده مع ضيفي العزيز، القيمه العلميه المتميزه والاداء العلمي الراقي جدا، الاستاذ الدكتور هشام هلال. اهلا بيك يا دكتور هشام. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ عايز ابدا الاول في منطقه التسميات. اوكي، عندنا شافت دهون وعندنا نحت جسم وعندنا كمان نحت ديناميكي للجسم، في بعدين اسماء ثانيه. اكيد. ايه الفرق؟ بص حضرتك، المسمى الرئيسي الاساسي اللي ابتدى بيه القصه كلها كانت شفط الدهون. شفط الدهون عباره عن ان انت تتخلص من الدهون الزائده تحت الجلد، الدهون السطحيه، عشان الجلد يترسم على العضلات اللي تحتيه. وبالتالي هو ده المسمى اللي فضل مده طويله قوي، لحد فتره قريبه ابتدى المسمى ده يتغير مع المتطلبات بتاعت الناس. الناس بتحب التغيير، الناس بتحب اسم جديد، فابتدى تطلع كلمه نحت الدهون او نحت الجسم، اللي هي نفس الحكايه، بتتخلص برضو من الدهون الخارجيه السطحيه اللي تحت الجلد على طول، عشان الجلد يترسم على نحتة الجسم اللي اوريدي موجوده، وبالتالي بقى اسمه نحت الجسم. هي نفس الفكره، نفس الكونسبت، بس بمختلف المسميات. كتر بقى عليها، حط اللي انت عايزه على كده، نحت ديناميكي، نحت رباعي الابعاد، نحت ثلاثي الابعاد، كل ده مسميات زياده، بس نفس المفهوم الرئيسي اللي هو التخلص من الدهون الزائده تحت الجلد. هي مسميات. هي مسميات، يعني حتى لو احنا حطينا فيديوهات مقارنه فاحنا برضو بالظبط مظله شفط الدهون. بالظبط. هي لعبه بالالفاظ كمان، يعني من بعض الناس بتحب تغير، والناس وفي دكاتره ابتدت تغير في المسمى، بس المفهوم الرئيسي واحد. الاماكن بتاعت شفط الدهون اللي انت شايفها بقت كترت، يعني بتقريبا كان مكانين ثلاثه دلوقتي كتير. دلوقتي اي حته في الجسم ممكن تشفت، من اول اللغد لحد الرجل تحت. مفيش مكان ما ينفعش تتشفت، كل مكان ينفع تشفت، بس مع احترام الدهون وتركيبتها وتشريحتها في المكان دوت. يعني انك تشفط الدراع غير لما تشفط البطن. توزيعة الدهون هنا غير توزيعة الدهون هنا. هنا ممكن تلاقي في البطن طبقتين دهون. في الطبقتين دولت ممكن ما يكونش موجودين في الدراع. فلازم تبقى عارف الوضع التشريحي للدهون تحت الجلد في المكان. انما اي مكان في الجسم طبعا ينفع تشفت. ايه الموانع اللي تمنع ان انا مفيش موانع. الموانع عامه ممكن تبقى حاجه عامه في العيان ذات نفسه، حاجه صحته ما تسمحش ان هو يتشفت. ممكن حاجه ثانيه ان يكون العيان ده ما ينفعلوش شفط. وهي دي النقطة اللي لازم الناس تاخد بالها، مش كل العينين ينفعوا لهم شفط. يعني لما يجي لك حد سمنة مفرطة، يعني دهون في كل جسمه متوزعة، حرام ده يعمل شفط. ده مش مفروض، انه ده لازم يروح لدكاترة السمنة يشتغلوا عليه بحيث انه يشتغل على المعدة. انما ينفع تعمل له بس يعني مش المفروض انت تعمل، ده مش عيان الشفط. فلا توجد موانع الا صحة عامة، او عيان مالوش في الشفط، عيانة بطنها مش وحشة شوية بعد الولادة، فانت تيجي تطلع الدهون، طب صلحت الدهون، طب والجلد الزياده، طب والعضلات اللي مش مظبوطه. فبالتالي هي دي الموانع اللي انت المفروض ما تعملش فيها الشفط. اذروايز اي حاجه ثانيه ممكن تنفع لها شفط. في ناس، ده معتقد، انا زهقت من كتر السؤال ده بس لازم اساله لك. اكيد. يجي لك يقول لك انا دكتور عايز اعمل شفط عشان اخس. انا نفسي اخس. طبعا.
ما هي دي اللي انا كنت لسه بقولها. عيانين لما يكون السمنه الشفط معمول للسمنه الموضعيه وليس السمنه اللي على الجسم كله. لو سمنه موضعيه اقدر انا اشفطها له بحيث ان انا اظبط له شكله الاساس. فبالتالي الشفط اهم حاجه فيه انك تظبط الشكل وليس الوزن. الوزن والخساسين ده كله يجي بعد. فعشان الدنيا اتطورت عندنا هنا في مصر والمتطلبات غير، يعني الشفط لما اتخلق اصلا في الطب اتعمل لتظبيط شكل، فور ري شيبنج، تنسيق قوام. احنا عشان ابتدينا نشفط كميات كتيره لوضع الناس عندنا هنا حجمهم شويه زياده، فابتدينا لما نيجي نشفط نلاحظ بعد كده ان في ناس ابتدت تخس شويه. ده ملوش علاقه ان انا عشان شلت 10 لتر وهي خست 10 كيلو، ملهاش اي علاقه خالص. هي القصه كلها ان هي لما انا شفطت دهون معدل حرق اتحسن شويه، خلصتها الدهون الزياده الغلسه اللي ما بتنزلش بالدايت، فابتدت الناس تروح تعمل دايت او تلعب رياضه، فتيجي تنزل في الاول اسبوع قبل الشفط تنزل مثلا 3 كيلو، بعد كده تغلب في كيلو و2 كيلو بعد كده في اسبوعين ثلاثه. لما بنشيل الدهون الزياده الغلسه اللي موجوده في بعض الاماكن في الجسم دي تقدر تسهل لها انها تنزل. يبقى هو مش اساسي ان هو بيخسس، بس هو بيساعد انك ممكن بعد كده بالرياضه بالدايت انك تخس. هي دي بس النقطه اللي لازم الناس تفهمها. يعني مش ما ينفعش تجي لي حد تخين قوي يقول لي اشفطني خليني اخس، انا ممكن اقعد نشفط طول اليوم بس العين هتطلع مش كويس. مش ده المظبوط. في فتره ما كان سباق كلامي بين بعض الاماكن اللي مش محترفه حوالين الكميه. كان يحصل تفاخر بالكميه، يقول لك احنا شفطنا امبارح كام لتر وفرحانين قوي وبتاع. ايه القصه؟ ايه المقاييس؟ هي ده اللي كنت بلاحظ دلوقتي. انت ممكن تشفط طول اليوم في العين. الناس بتقول لك خلصني من جميع الخلايا الدهنيه اللي في البطن مثلا. مش مفروض في طبقه من الدهن لازم تتساب تحت الجلد عشان الحاجات اسباب كتيره جدا. يعني اولا انت كل ما بتطلع في حاجات سطحيه التعريج بتبقى اكتر، وده المشاكل اللي بنشوفها من الناس اللي ما بتعرفش تشفط. الفكره ان انت تقدر تشفط، اقدر تشفط طول اليوم، تقدر تشفط بس طول ما العين كويس العين انت تقدر تشفط. بس لازم يعني في الكتاب مكتوب انك تشفط لغايه 5 لتر. 5 لتر دي بعض الناس بتجيبها من بطن بس، فانت الكميه دي صعب تحددها قبل. في ناس بتقول لك انا من الحته دي هشفط 3 لتر ونص، الحاجات دي مش موجوده. انت بتشفط لحد ما تخلي الشكل كويس، تقلل كميه الدهون الخارجيه لغايه لما شكل المكان يبقى كويس، تظبط الوسط على الجنب من تحت، تظبط الجنب على الفخذ، تظبط الفخذ على الركب وهكذا. فبالتالي مش مفروض ان احنا نتفاخر بكميه الدهون اللي طالعه اكتر ما تتفاخر بالشكل النهائي للشفط. وبالتالي ارقام تحددها قبل او تحددها بعد مش مهم تتحدد اصلا. المهم تطلع شكل كويس. شفطت 2 لتر وكويس قوي، فعينين تنفع. فيش عين 2 لتر دول ما يكفوش، ممكن 5 لتر 6 لتر طول ما العين كويس. عين كويس دي يعني صحيه، يعني انت وانت شغال في ناس تقعد تشفط تشفط تطلع، المفروض تطلع دهون صافيه ومطلع معاها شويه دم صغيره وشويه ميه. في ناس تقعد تشفط دم 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 وبالتالي العين يتعب منك، وتلاقي ناس بتحول دم في العيانين بتوع الشفط، وده مش المنطق. المنطق لما يكون عيان جاي يشفط وعمليه تجميل، مش المنطق ان انا اقعد في مستشفى كتير، مش المنطق ان انا اديله دم، مش منطق اقصى حاجه اديله شويه حديد ممكن اوكي. انما غير كده مش المفروض ان انا اخش في عيان جراحه تجميليه لسكه مش بتاعه التجميل. انه يفضل قاعد كتير قوي. في برضه سؤال، هل يمكن تكرار الشفط في فترات قصيره؟ يعني هو عملنا له 5 لتر، طب ممكن يجي لك بعد اسبوعين يقول لك اعمل لي كمان 5 لتر؟ مش لدرجه اسبوع، في ناس بتيجي تقسم جسمها، في ناس دلوقتي لما يكون عندها سمنه زي ما قلت حضرتك في كل حته في الجسم المنطق يقول ان هو يروح لدكاتره السمنه. في ناس تقول لك لا انا مش هشتغل على المعده خالص، ماليش دعوه، شوف لي حل تاني اقدر تعمله لي. فبالتالي انا هضطر اقول له ان انا هعمله لك على مراحل، ما اقدرش اشفط الكميه دي كلها. اقدر اشفط مثلا بطن وظهر، وبعد كده يبتدي يلعب رياضه. لما هيلعب رياضه ويظبط اكله بيخس لوحده، فممكن الدهون اللي احنا ما شفطناهاش في اماكن ثانيه تبتدي تنزل. يبقى هو وفر على نفسه عمليه. العيان اللي بيشفط النهارده بطن ويجي لك بعد شهر يقول لك اشفط لي ظهر، ويجي لك بعد شهر ثاني وفخذ، وبعد كده يرجع لك تاني اتخنت ثاني، ده عيان ما كانش المفروض تعمله من الاول. انما لو انت عايز تعمله مظبوط تقول له هبتدي لك بمنطقه اكتر منطقه ما تنزلش معاك لما تيجي تعمل دايت ورياضه، هي دي المكان اللي تشتغل عليها. وبالتالي المنطق بيقول ان انت لما تيجي تلعب رياضه بعد كده كل الدهون بعد كده بتنزل لان معدل الحرق بيتغير زي ما قلت لحضرتك والدنيا بتمشي كويس. المفروض ده المنطق. انما انك تيجي تشفط ويجي لك عين تاني بعد شهر وتشفطه ينفع بس مش ده الصح. هل في شفط الدهون حسب حتى المكان في كومبليكيشن مضاعفات؟
اي عمليه في الدنيا ليها مضاعفات، مضاعفات جانبيه ده وفي مضاعفات كده كده هتحصل، بس هتحصل بدرجه قليله. اكتر حاجات في الشفط التورم، الزرقان اللي بعد الشفط، والوجع. الثلاثه دول كده كده هيحصلوا مع اي نوع في شفط، مع اي مكان في الشفط. كل ما بتتحسن طريقتك في الشفط ذات نفسها، التكنيك بتاع ايدك، كل ما بتبقى انت ماشي مظبوط في الطبقات مظبوطه، كل ما تخبطش العضلات تحتيك بطريقه مظبوطه، المفروض ان الامور تمشي كويس، فالتورم يبقى قليل والزرقان يبقى قليل والوجع يبقى قليل. كل ما الكميه بتزيد كل ما الحاجات دي بتزيد. دي اكتر ثلاث حاجات بتحصل كده كده في اي شفط مع اي حد، بس بدرجات. حاجات تانية كتيرة ممكن تتقال بعد كده على الشفط، انت لما تشفط كمية كتيرة بتدي الهيموجلوبين ينزل، بتدي العين يخش في انيميا، دي مضاعفة بس مش المفروض توصل لهذه الدرجة. فالاكيد اكيد هما الثلاث حاجات دولت، ودول بيحصلوا في اي عيان، وهو بيبقى القصة دي كلها خلال اسبوع بتديني تمشي كويس، وكل ما بيتحرك وياخد يلتزم بالادويه ويلتزم بالحاجات اللي بنقولها له الدنيا تمشي كويس قوي، بيعدي هذه المرحله الاولانيه، وطبعا بيستفيد بعد كده بالنتائج اللي موجوده. السؤال اللي جاي عن السن، بس السؤال السن ده في جزء منه منطقي وفي جزء منه دلع. يعني لما اسالك على السن خاص بالشباب، ولد شاب عنده 18 17 سن يعني، وعنده تضخم في الثدي وجاي لك عشان يعمل شفط دهون من الثدي، هل نعمله له في السن ده؟ السؤال الثاني او الجزء الثاني، البنات اللي بتتدلع بقى، البنات بنت عندها 16 سنه وعندها كره المنطقه معينه في بطنها 17 سنه وهي برضه عايزه تعمل شفط دهون، هل نقدر نعمله في السن ده ولا لا؟ بص حضرتك، احنا الشفط دهون نزلنا بالسن جدا، لان الناس ابتدت السنه المفرطه او السنه الموضعيه في الناس ابتدت تيجي في سن صغير قوي. المفروض ان انت لما تيجي تعمل شفط لازم تقعد تتكلم مع العيان، لو العيان مستوعب العمليه اللي انا هعملها له، مستوعب الفولو اب او المتابعات اللي انا هعملها له، مفيش اي مشكله فيها. سن اكتر سن زي ما حضرتك قلت في الولاد بيجي عند سن 16 17 18، طالما الموضوع التثدي ثدي بس ده تقدر تعمله شفط عادي جدا، لو درجته تسمح انها شفط بس، مش محتاج تشيل غدد، مش محتاج تعمل حاجه زياده عليها. بالنسبه للبنات طبعا ما فيش مشكله برضو ان هي بعد سن 17 18 بيكون الامور ثبتت في شكلها، حتى لما تيجي تغير ممكن تساعدها في حاجات، بعض الحاجات، لان ده ما فيش مشكله فيها كسن، انما اي سن بعد كده بقى مفتوح، تقدر تشفط زي ما انت عايز في اي سن تاني، فده اقل حاجه ممكن تشفط بيها. انما في ناس ممكن تيجي تشفط في 14 و13، ده مش مظبوط، لان لسه النمو بيتغير، لسه الولوغ هيجي، فبالتالي لازم تصبر شويه لحد ما شكل النهائي لجسمه يبقى تقريبا ستيبل، وبعد كده تبتدي تشوف ايه الزياده وايه اللي تشيله. لان الدهون الشفط دهون للدهون الزياده، مش كل الدهون في المكان، دي نقطه مهمه قوي، يعني يقول لي شيل لي كل حاجه، وده برده مش مظبوط. دايما احنا ما بنسمعش الكلام، يعني المريض المصري صعب ان هو يسمع كلام في التعليمات، ودايما بيتحدى الدكتور في التعليمات، يعني فيما يتعلق بالكرسي يستهون قوي بالموضوع ده. الكرسي اهميته من اهميه العمليه، من غير كرسي العمليه تبوظ. انت دلوقتي بتقلل كميه الدهون اللي تحت الجلد عشان الجلد يترسم على العضلات. لا، انا بحكم الشكل النهائي بدوت بالكرسي، طول ما الكرسي ده موجود هو حاطط العضلات لازقها على الجلد بحيث ان هو ياخد الشكل اللي انا عامله. لو احنا من غير عضلات، من غير الكرسي، يبتدي الدهون دي اللي انا الميه اللي موجوده بتحصل دايما بتبتدي تاخد شكل الوضع اللي هو قاعد، تلاقيها دايما مكومه تحت، لو نايم على الجنب تلاقيها مكومه على الجنب، فهو اكتر حاجه بتحكمها. من غير كرسي العمليه وما تسواش حاجه. التورم هيحصل كده كده، بس بالكرسي يبقى محكم تقدر تتحكم فيه، لما من غير كرسي المده تطول قوي، تلاقي حتت عليت وحتت وطيت، حتت بتاخد وقت طويل قوي، فتلاقي شكل البطن متعرج مثلا، تلاقي الفخذ الجزء الداخلي العلوي بيه مش عارف يظبطه في الكرسي، تلاقيها طلعت لبره وبقيه الشكل كله بقى كويس قوي، دي طلع. الكرسي اهميته من اهميه الشفط. الكرسي فتره اولانيه بس، اسبوع بيتلبس ما بيتقلعش، الاسبوع التاني تبتدي الدنيا تتحسن وتبتدي تتغير. في ناس بتلبسه 3 4 شهور، في ناس سمعتها عن 8 شهور، وده مش مفروض، لان انت المفروض تلبس الكرسي في الفتره الاولانيه بس اللي هي فيها تورم، يحصل الاديمه العاديه خالص، تفضل ماشيه لغايه لما تبتدي تثبت وتيجي تنزل، هي الفتره الاولانيه، بعد كده ملوش اي دور. فهي لو العين استحمل ديت، ده اللي انا بقوله دايما، عندك حته هتدفع ثمنها، انت تخين شويه في اماكن فانت عايز تصلحها، الثمن انت هتستحمل شويه وجع، هتستحمل شويه تورم، استحمل شويه كرسي، والدنيا تمشي كويسه قوي. اللي بيلتزم فعلا زي ما حضرتك بتقول بياخد النتيجه كلها 100%. العين اللي ما بيلتزمش بتيجي على دماغه، بتيجي على دماغي، وبنبتدي نمشي في قصه، يعني انا بحاول افهمها قبل عشان بس بعد كده بيبقى الامور ماشيه واضحه. لو فهم الحته ديت الامور بتمشي كويسه، لان الموضوع هتطول، هترجع لمكانها الطبيعي، والحته دي هتفش تاني وهتقدر نضغط عليها، بس ليه العطله؟ دلوقتي الناس كلها اللي عايز تشفط، الكوميونتي كلها بتشفط، فبالتالي كل عايز ينزل شغله، كل عايز يتحرك، كل عايز يعمل، مبقاش في وقت ان انت تضيعه في الاب طويله.
العمليه التقنيه ايه التركات المهمه فيها؟ هي التركات الوضع التشريحي للدهون اللي تحت الجلد. طول ما انت عارف الدهون اللي تتشفط والدهون اللي ما تتشفطش، في اماكن في الجسم فيها طبقتين دهون، لازم تاخد الطبقه الداخليه الغميقه، الطبقه الفوقانيه جزء بس منهم تقدر تشفطه بحيث ان انت ما تعرقش الدنيا. طول ما انت ايدك مظبوطه ماشيه ميزان على قد ما تقدر تطلع بالشكل كويس قوي. لو انت مش عارف الجسم شكله الحلو عامل ازاي عمره ما هيكون شكله كويس. فانت في ناس تقعد تشفط 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 مثلا في الفخذ الخارجي في اماكن محرمات من الشفط الكتير، زي الدراع من بره، الفخذ من بره، الحته اللي عند الركبه حته صعبه جدا، الظهر، في حاجات فيها لو انت مش عارف الطبقات ايه وعارف تشفط ايه وتقف امتى ودي الاهم هتطلع نتيجه شيقه جدا. فدي اهم حاجه في التريك. والشفط الحقيقه والكانيلات والقصه دي ده الفرق الجوهري الرهيب بين دكتور تجميل ودكتور اي حاجه تاني. محدش بيعرف، يعني ممكن اي حد يعمل شد بطن، ممكن اي حد يعمل تصغير ساعد، هيطلع نتيجه مش حلو. الشفط محدش بيعرف يشفط، دكتور التجميل اللي متعلم ودارس القصه كلها وعارف يشفط فين ويسيب ايه هو ده الكويس، وده الفرق بيننا وبين اي حد تاني. كالعاده الحوار معاك ممتع دائما وباسلوبك العلمي الراقي جدا بتوصل لنا ادق المعلومات بابسط الطرق. يعني انت قلت لنا النهارده معلومات كتيره بطريقه بسيطه جدا مش معقده، وفي الاخر حليت كثير من الاسئله والالغاز في عقول الكثيرين حول شفط الدهون فيما يترددوا حوله. الناس اللي عايزه تعتقد او بتعتقد انها تخس لما تعمل شفط الدهون النهارده فهمت. الناس اللي بتعتقد ان الكرسيين مش مهم النهارده فهمت. الناس اللي معتقده ان الجهاز هو العامل الاول والوحيد النهارده برضه فهمت. لا، ده المهاره والفهم والعلم. ده الناس اللي ممكن تتجرأ على جراحه التجميل وتمد ايدها عشان تعمل شفط الدهون وهو مش جراح تجميل. فهمت؟ والله ده بتاعي ده الوحيد اللي ما فهمش. نورتنا يا دكتور. ربنا يخليك. ضيفي العزيز الخبير على بال كبير الاستاذ دكتور هشام هلال كان في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.